عام 1440 احتل الملك كونراد الثالث قلعة وينسبرغ الألمانية، وأمر النساء فقط بالرحيل وحمل ما يمكنهن حمله، فقمن بحمل رجالهن الجنود على أكتافهن. أطلق على القلعة فيما بعد قلعة النساء الوفيات، وفي ألمانيا حتى اليوم يتم إقامة احتفال بهذه الواقعة كل عام. الفطر الذي يجعل حجم ماريو أكبر في اللعبة الشهيرة هو فطر حقيقي، وتأثيره أيضا حقيقي، حيث أن فطر أمانتيا موسكاريا هو فطر يسبب هلوسة وخللا في إدراك الشخص للأحجام، حيث يشعر أن كل شيء حوله أصغر. مهران كريمي ناصري هو لاجئ إيراني عاش في بلجيكا، وقرر السفر لبريطانيا، فتمت سرقة حقيبته وبها كل أوراقه التي تثبت هويته قبل وصوله المطار الفرنسي، لكن السلطات سمحت له بركوب الطائرة، وعندما وصل المطار في بريطانيا رفضت السلطات استقباله، فتم إرجاعه لفرنسا. السلطات في المطار الفرنسي نقلته لمنطقة الانتظار حتى يتم تحديد مصيره. مهران عاش في منطقة الانتظار لمدة 18 عاما. ظلت قضية مهران في المحاكم طوال هذه المدة، فهو غير مسموح له بدخول فرنسا، ولم يعد لديه أوراق تجعله يعود لبلجيكا. عام 2006 تدهورت حالته الصحية وتم نقله إلى المستشفى، ومنها نقل لمركز للمشردين في فرنسا. قصة مهران ألهمت مؤلف الفيلم The Terminal من بطولة النجم توم هانكس. هناك برنامج لإنقاذ المصابين بأزمات قلبية مطبق في السويد، يسمح لأي شخص بالتطوع فيه. المتطوع يتعلم طريقة الإنعاش القلبي الرئوي ثم يدرج في قائمة. عندما يتم تبليغ الإسعاف عن حالة أزمة قلبية، تصل رسالة نصية لأقرب شخص مدرب على العملية الإسعافية ليتوجه نحو المصاب ليجري الإسعافات حتى تصل سيارة الإسعاف. في 40% من الحالات يصل المتطوعون قبل الإسعاف. الإسعاف السريع لمصابي الأزمات القلبية يزيد من فرص النجاة. المهرج الهندي جاي سينغ أمير ولاية ألوار الهندية آنذاك كان يتجول في لندن بملابس عادية لا بملابسه الرسمية، فدخل معرضا للسيارات يسأل عن سعر سيارة، فأهانه البائع معتقدا أنه مهاجر هندي فقير وطرده. عاد المهرج للفندق واتصل بصفته، فتم تجهيز استقبال حافل له في المعرض، فاشترى 10 سيارات وشحنها لبلده وأزال السقف، وقرر أن تعمل تلك السيارات في نقل القمامة ليرد الإهانة التي تلقاها في المعرض. في 14 من يونيو 2015 وجد الكثير من أهالي مدينة تبليسي عاصمة جورجيا أنفسهم في مواجهة مجموعة من الحيوانات المفترسة مثل الأسود والنمور والدببة والذئاب، حيث أدت موجة من الفيضانات التي اجتاحت البلاد إلى تدمير أقفاص الحيوانات الموجودة في حديقة الحيوانات بالمدينة، مما أدى لهروب عدد كبير من الحيوانات المفترسة. وأصدرت السلطات بالمدينة تعليمات مشددة لجميع السكان بالتزام منازلهم والإبلاغ عند مشاهدة أي نوع من الحيوانات تمشي بشوارع المدينة.